ولا لا حبيبي علي، لا ما تنكذبش عليك وما تخبي عليك والو، لا غير نشوف غير شي مشاكل في الخدمه وصافي. وماشي هادشي علاش عيطت لك، سمعتش نهضروا فيه من بعد. عيطت لك على ود ماما وبابا، جاتني واحد الفكره وبغيتك تعاوني. راك عارفني كنخمم ليهم بزاف، انا ما بغيتهمش يتفارقوها علي. ها صافي واخا واخا اه واخا يلاه من بعد بسلام. هاد اختكم برونشي على البيض هو اللي كاين عندها في الدنيا. واش في بالكم باقي داك السؤال الازلي اللي كيقول شكون اللي سبق، واش الدجاجه ولا البيضه؟ يلا قولوا لي. ايوا بعدا هي كتحاول دير شي حاجه ماشي بحالك انت، فيك يلا كتعرف تعتى البوطه. 28 عام ديال المخيمات الصيفيه ما خليت حتى قنت، حجيه راس الماء طماريس اقصر وسيري حتى الغابات الدبلوماسيه تقول لك ما نعرف نطيب. هادشي كامل وباقي في الهوات. الهوات واش اللي فيها فمك بالسمن والعسل؟ واش خبرك بان الهوات هما اللي حطوا اللبنه الاساسيه لجميع الفنون اللي كاينه دابا؟ انا هاوي وكنفتخر بانني هاوي. والله ما بغيتو تكبروا، ما نعذر الحاج والحاجه طجوا. سمعوني، علاش جمعتكم انا اليوم؟ جمعتكم باش نلقى شي حل، حيت انا ما بغيتهمش يتفارقوا. ايوا صافي عرفتي شنو نلقاو نتوما الحل، انا فاش لقاو عيطوا لي. السلام عليكم. جلس جلس ولا ما غيعجبك حل الخبر راها في راسك. اش بان لك؟ واختي انا اللي بان لك هو اللي كيبان لي غالبا. انا صراحه عجبتني الفكره بصح ما خصهمش يتفارقوا. ماشي انا مخلصه التريتور ومسبقه النقافه وعرضه على عباد الله في الاخر ما طلعش في العماريه. اويلي شنو غيقولوا عليا الناس؟ والدها طلقوا حتى هي ما غاتزوجش، هاد الفحيله هادو ما خصهمش يتفارقوا. هاد اختك هادي مبروشيه على العماريه. واش الحب سهل يهجروه ناسو ويصير الغيضو نيسو رجايا في غرامك يجمع شملو من بعد يفيد من سباتو. واش الحب سهل يهجروه ناسو ويصير الغيضو نيسو رجايا في غرامك يجمع شملو من بعد يفيد من سباتو. يلي يبي يعرف ما منهيب في غيرك ولا نسى وانا اللي صار راسي شايب. واش الحب سهل يهجروه ناس ويصير الغيض ونيسو ومن بعد يفيق نسباتو. واش الحب سهل يهجروه ناس ويصير الغيض ونيسو عزيزه. راه ماشي ما خصهمش يتفرقوا على ود عرسك، راه ما خصهمش يتفرقوا كاع حيت راه ما يمكنش. والناس حتى كبروا عاد يطلقوا. ويلي وغسله كلها غتجيب خبارنا. اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، حنا مالنا؟ شفتي هادو اللي مجوجين مطفرين الناس راه صابرين. شوف انا سيليباتير والله الا عايش بخير وعلى خير. انا قلت لكم لقاو شي حل انا معاكم، انا غادي جلس. ياك انت سيليباتير اش تابعك؟ اسمع، حيت اليوم عيد زواج ديال الحاج والحاجه، قلت حنا نستغلوها ونديروا لهم حفله. مزيانه، انا متفق معك في هذه الفكره، ونجيب الجوق ديالهم ونغنيو لهم الملحون. لا 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 صابور، الملحون ماشي وقته دابا. عجبتني الفكره، هما غادي يتصالحوا وانا وحبيبي اسامه غادي نبرزوا. راه كلشي واجد، نعيد للكافه دابا تحضر معانا قسما بالله العلي العظيم. عزيزه اختي ركزي معايا، الله يرضي عليك ركزي معايا. اصلا هاد الحفله اللي غنديروا لهم خصها تكون حسي مسي. حسي مسي كنهضر مع هادي. حسي مسي فوالا. الحاج اش كان كيجيب الحاجه في عيد زواجهم؟ فين عمرو جاب لها شي حاجه مسكينه اما؟ وفين عمرك اخويا حضرتي انت؟ الذهب. الذهب الذهب الذهب. داكشي علاش بغيتك انت اختي عزيزه تمشي للمحل ديال بابا تاخذي كادو ديال الذهب بالحق بالتخبيه. وكنتمنى يا ربي يا ربي هذه الحفله كنتمنى تكون مناسبه باش تجمع شملهم وباش يتصالحوا، ويا ربي يجيب لينا التيسير في هذا الشيء. ايوا كي جاتكم هذه الخطه؟ واحد نقطة نظام الله يخليك. أنا بالنسبة لي دابا الآن استطعنا أن نحطوا واحد التوطيئة، فهمتيني؟ ونخرجوا بصيغة ونسيو على المحضر ونصيفطوا للسلطات، السلطات المحلية. أنا هي قلت لا الحاجة حليمة، لا لا عافاك اسمعني، هذيك بالتاء مربوطة ماشي مبسوطة لأنها اسم، وإلا كان الاسم راه
عاد ديك الساعه يمكننا نتصرفوا كما بغينا. حاجه لا 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 والو العيالات لا والو غير واحد شنيونه مبرزطاني غادي نوض كتزند لي على ودنيا غادي نوض نضربها بفليطه. ما ماشي شنو هذا دابا شعران هذا اجي لا انا بغيت نهضر معاه بلاتي سمحوا لي هاني تحركي شنو كاين مالك مالك مبرزطني مالك شنو هو تليفونك ها هادشي كله دايروا على فين هو تليفونك اي مهجك لي انك انت ما تسيري جيبي تليفونك باش نشوفي شنو فيه وراكي غادي تفهمي ها هو تليفوني ها هو وحلي وشوفي شنو فيه حيت اليوم عيد الزواج ديال الحاج والحاجه صافي زيزونتي صافي سكت الموتور ايوا فهمتي دابا علاش كنقول لك شوفي تليفونك نجيب الجوق ديالو نغنيو له متفقين علينا دايرين عندنا عصابه هيا لالا قال لك بغاو يديروا لنا حفل كبير مناسبه ذكرى ديال زواجنا بغاو يصالحونا صحه عرفتي شنو طاحت عليا واحد الفكره اشنو هي غنغبروا عليهم غادي نخليهم كيحماقوا حتى هذا نظر فكره ممتازه وانا عندي اللي يعاونني في هذه القضيه هذه يلا جمع راسك ويلا بلاتي يلا سير شوفوا العيالات سمحوا لي بزاف سمع لا لا الحاجه باهجه ولا ما درتش معاك لا حيد عليا الجلبانه حيد الجلبانه من الخضره كلها ركزوا غير في التمارين الله يخليك الجلبانه القوق راه كيطلعتي لي القوق في راسي يلا شوف كملوا التمارين ديالكم ورجعوا صوره الاخلاص وتلقينا خلاص البركه من الهضره هذه جايه هاني جايه يلا بقاو هكاك يلا تحركي يا لاله تحركي راكي طلعي لي الدم نتيا كطلعي لا حول ولا قوه الا بالله عيش يا حوتة في بحر أماريس تبارك الله تبارك الله تبارك الله الشباب ياك لاباس الحاج السلام عليكم بعدا السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مالك ما تقلق ما تدهش ما والو احنا جينا عندك بغيناك تعاوننا في ولادنا إيه صافي إيه وليدي بغيناك تعاوننا في وليداتنا بغينا نعود لهم الترافي وبغيناك تعاون معنا لعل وعسى يجيب الله تيسر على يدي والحاجة أنا نكذبش عليك هذوك ولادكم ما نقدرش نربيهم كما ربيتهم نتوما أنا بارك عليا بنتكم عزيزة شنو غادي نقول لك سمع أنت باين عليك مزق ظريف ومزيان وما خايبش يا وليدي يا أسامة أنا ما عرفتش كيفاش قبلتي أنك تزوج بنتي عزيزة إما أنت حمق أو لا شي حاجة تحت راسك الجنين عندك يصحاب لك حنا دراري صغار ولا كنرضعوا في صابعنا سمعتي انا بنادم كيوقف قدامي كنميزو كنعرفو علاش مطوي وشنو ناوي وشنو تحت راسو واش معنا هنا ولا جيتي حتى للرحبه ديال فليو بغيتي تعطس عندك شوف انا بيني وبينك راه ما عرفتش شنو تحت راسك ولكن مع ذلك راه كيمكن لي نمشي نقول لبنتي عزيزه فرقي على ديك داك الراجل راه شي حاجه راه فيه الدغل راه شي حاجه تحت راسو والو الحاجه انا والله ما تحت راسي شي حاجه بالعكس انا بنتكم عزيزه تنبغيها وتنموت عليها وباغي نعاونكم وما عنديش مع المشاكل هذه ما فيهاش المشاكل ما كاين حتى مشكل اللي كاين وهو ولادنا باغين يديروا لنا الذكرى ديال الزواج ديالنا وحنا ما بغيناش رافضين هذه القضيه ايوا تصرف انت ايوب هاد لا ليست الموسيقى اللي قلت لك هاكي امل خذي هذا والله تحشوم عيب عار عندكم موسيقي محترف في الدار وديري لي الموسيقى ديال الانترنت اي اخويا متفقه معك غير هو دابا راه ماشي وقت الملحون اي فن الملحون فن سامي لا الله فن ساطع في سائر الزمان اه اخويا غير حنا محتاجين دابا شي حاجه رومانسيه فولو لا لا غيتا مولاتي ممي جود بوصالك عاه العشيق وقهرتيني اقطع الحس دير اخويا داكشي اللي كنقول لك صافي شنو بان لك داكشي اللي كيبان لك هو اللي كيبان لي غالبا ويلا تلقوا راسكم راه بقاش الوقت يلا 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 احنا راه خدامين اجيو نتوما هذوك الجوج غتشدوا الطباس الكبار غتحطوا فوق منهم الطباس الصغار وقادوا الكيسان يلا تلقوا راسكم علي بغيت نهضر معاك اجي هادو شتو متعطلوا شكون الحاج والحاجه خلينا من الحاج دابا يبان وخلينا فينا انا راه ضروري نهضر انا وياك يومين انا نتابعك ما كتشديش ليا صافي صافي علي عافاك عندي بزاف المسامر في راسي خصهم يتفرقوا حتى كنمصل خاصني نتفرقوا عباد الله هما بغاو يردونا لبعضياتنا صحه بزز ولكن انا شخصيا رافض رافض انا باثا انا أكثر من شخصية رافضها باتن 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 زيد عليها باتن أخرى أنا رافض هاد القضية ولكن حاجة واحدة اللي هي باغي نديرو وهي أنا خصني نخبرو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك شفتي الجنون إيه بغينا نخبرو بغينا ما يقسقوناش الخبر فين حنا يبقاو يقلبوا علينا يتسطاو حتى ردوا لهم حساسهم في راسهم
انا بالي هذا شي فيلم ديال الخليع. ها غادي نمشي. جلس الله مش نرضى سلك. واتي ها يا عزيزه صيفطات لي ميساج. جي شويه يلا سمعت زيد شويه الحبيب ديالي. ها انت انا قريبه المحل غير بلاصي طوموبيل واني عندك. شوف وجد لي شي حاجه ديال الذهب تكون من داكشي الرفيع. بغينا نقلبوا الحاج والحاجه في عيد زواجهم على اساس زعما راه الحاج اللي مصيفط للحاجه كادو. راك عارف علاش. ولكن عندك يا سيكون خبر خليه بيناتك صافي حبيبه. ويلي 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 استغفرت الله العظيم درت الطوموبيل مع التروتوار عاوتاني. ويلي ما كاينش اللي غادي يخرج على هذيك الطوموبيل قد بنتك. واش حنا دابا في الطوموبيل؟ حنا في عزيزه اللي غادي تجي وتلقانا هنايا. حاج حاج يلا يلا تخباو. عزيزه راه شي هي ما خصهاش تشوفكمش. امل اجي لهنا كي كنجيكم. انا دويت معاكم نهار واش تبغي نبغي دوي معايا في الدار هذه؟ واش انا في الزيب لهنا ولا اجي انت؟ بغيت ندوي معاك اخويا حتى انا راه بغيت نهضر. توحشت الهضره. نقول قول شك فختك عليها. والله حتى انا شك فيه. ماشي هكاك بنادم انا شك بقاش كتبغيني. ايوا جمع راسك حتى انت. جمع راسك ووقف ماشي بقى مبهضل. ترجل معاه قول له ولا طن طن باب الله لا با ظني انا دابا انا بعد المرات كنت تخرج لي شي من فصلون ديال الباش كنت ترجع كنحمق. يا الغفار غفار ذنبي يا العالم عن قلبي قصدك ترحمني وانت رحيم. الله شي كيحمق كيحمق غزال. جاتني زوينه ياك بزوي غزاله. باقي ما درتيهاش باش انا نعرفو واش جاتك زوينه. ما بغيتش نعطلك الحبيب ديالي صافي. شحال هذا؟ هذاك 5000 درهم. ويلي لا رخيص خصنا شي حاجه كضرب على العين. هضر هضر بالجد باش نسمعك كتهضر بشويه. لا المحل ديال الذهب وداك الشيء كيبغي لا باقه. انت شوف حبيبه هذا واعر. هذا صوبو باباك هو اللي يدير لي الزخرفه والعجرفه ويدير لي كل شيء. هو اللي كاين واحد اللي كاين وثقيل. غزال كيحمق. انا عارفك حبيب ديالي ديما عندك الذوق كيحمق. كنموت عليك حبيبه ديال اي حاجه كتلبسها سبحان الله العظيم تتجي معك. غزاله وانا حبيبه ما نستاهلش شي واحد بحال هذا صراحه. حبيبه تستاهلي. وعرفتي اش غادي ديري؟ دي هذا لماماك ياك ومن بعد توجد شي سلعه اخرى نجيبها لك حتى للدار. لله يا شمعة سألتك ردي سؤالي ردي سؤالي. مزيان مزيان هادشي ولكن تلقوا راسكم شويه. يلا صحتك عاليه. بغيت نطلقوا واحد الطيبه لكان ممكن. بلاتي بلاتي دقيقه. ايوب الله يرضي عليك ولدي. هذيك لا ليست الموسيقى اللي عطاك خالك محيها ودير لا ليست عطاتك انا واخا. يلا هانا خويا حبيبي انا معاك. لكن ممكن بغيت نبات عندكم واحد يومين حيت القهوه فيها واحد لفيت ديال الماء وباش نبات سالت. مرحبا مرحبا بك اخويا مرحبا. غير هو في الدار راك عارف علي حاط شي قواعد يا ويلو اللي ما احترمهمش. نحن اهل لها القواعد اللي ما احترمتنا شكون اللي غادي يحترمهم؟ صافي شوفي قضيه التعقيم انا كنتعقم كلي. مسافه الامان اللي كانوا دايرين الميكرو كندير جوج الكمامه وكل شيء. لا واه كثار 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 من هادشي. شوفي انا بعد عندكم ما تحسوش بيا ما كنتعشاش. فهمت واش كندير التأمل تأمل كنسكت. الصوت والو حبيبه ما كاين والو. لا مفاجأة. هات شوف هو تخويت من هذا شهيتو لك بين يديات. خاتم ليا ويليك هذا. سلام سلام على رسول الله. إلى جا إلى جا سيدنا محمد. الله ما جا العالي. كيما غزاله. انت غزاله وكلشي كيجيك غزاله حبيبي. ديما كتفاجئني يا قبيله ديالي. الله يخليك ليا. كيعجبوني المفاجآت ديالك. الله يجعل كلشي مبارك. يلا سيري للدار خوتك. ويلا عرفتي ملي كنكون معاك كنساهم كنسى العالم كامل ما كنسخاش بيه. فاش كنكون معاك عرفتي ما كنكراش ولكن ها انت ديهم حتى من بعد ونبقاو في العالم. الله يسخط بك حبيبه. سوارتي سوارتي. انا نجيب لك صبعتك هاك صبعتك. يلا خليك ليا خليك ليا. يلا سلام 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 سلام. شويه ما كتدعسي. انا الاولى نخرج. انا الاولى. بارك الله عليك اسيدي مولاي. بارك الله عليك. قالت كتوزع عليا في الدهن ديالي. شنو غايشيط ليا انا معاكم؟ شنو غايشيط ليا؟ شوف سالي هاد التمثيليه الذهب ديالي رجع ليا سمعتي؟ راك عارف الحاج راه الشا كيفاش سقات على الذهب وبنتك وما بغيناش نحصلوا. الله ينعل لي ما يحشم الزقران. عزيتي فيا انا وولادك كويشه ديال الذهب شويه. لا 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 الحاج هذاك راه الذهب. كتعرف شنو هو الذهب؟ وحنا شنو؟
انت لويزا الحاجه الله يرضي عليك انت هي الكل في الكل وصافي نعلو الشيطان دابا ونخليو الامور بخير هانتوما شوفوا هاك هاك التصوير ديال واحد الدار غتمشيو تخباو فيها دار وفين فين جات الدار انا نصيفط لك لوكالكيلاسيون لوكالكيلاسيون قول لي واش ما عنديش شي دار اخرى نمشي واحد يمشي للدار واش انا عندي اقامه اصلا الدار الحجر انا غنسلفها زعما غير انا اللي بغى نباغي نبقى انا وياك الراس في الراس يا واد وانا على الشيطان على الشيطان ماشي وقت هاد الهضره هذه نطلبكم طلب واحد الا مشيتوا للدار ما تدبزوش فيها وما تهرسوش ليها حنا غير كنتعايروا ما كنهرسوش حنا غير كنتسابوا هادشي اللي كاين هادشي غير العيور ما كاين من دابا الان ما كاين غير التعيير وزيد قدام ونوريكم العيور فين كاين كاين الو الحر فينك شوف راه ما مشاو للدار عندك اخويا تبان عندهم ونوليو حاصلين في هاد المصيبه شنو تبغى تدير لي الشونطاج؟ واخ جاتك اخويا جاتك اخويا ولد امي وبويا جاتك جاتك يا سلامة الله يقدرنا على فعل الخير شوفي حبيبي شنو شرا ليا كيحمق ياك كي كان في اليوم باغي يشري لي الضمة عزيزة الكادو اللي غيعطي الحاج الحاجة فين هو؟ كاين هو هاكي جبدي نوريك شوفي شحال زوين غزال شوفوا 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 واش ما رديتوش البال بلي هاد الحاج والحاجة اللي داير عليهم الفيلم باقي ما جاوش راه معطلين والله إلا عندك الصح في اخبارك انا كاع ما رديت البال لا لا انت دابا عاد رديتي لي البال بلي انا كاين اصلا وصافي يا علي واش هذا وقت هاد الهضرة دابا شنو غادي نديرو انا غادي نعيط للمعارف ديالهم وغنسول بلاتي عليا لا كاين 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 تبارك الله كاين عي ما رديناش البال ما رديناش البال خويا علي راه يمكن غادي نبات عندكم واحد اليومين الا كان التليفون التليفون علاش غت التليفون علي خويا بغيت نسولك ولكن حشم ما تحشمش قولي دابا ما انت عندك الخبره كي داير الحب لاباس عليه الحب لاباس عليه داير كل ويل الحب هذا داير كل ويل صعيب هو داير بحال شي طاجين شي طاجين ديال الملوخيه كيطيب على المهن كيبقى كيتعلك في التعلك والعذاب الله يلقيها ليه لا كاين تبارك الله كاين 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 الملوخيه بنينه غادي نكون انا وحبيبي اسامه بحال الحب الملوخي Non mais allô quoi, c'est des malades. هزولت هزولت 30 عام في العمل الجمعوي 25 مرة تقدمت الرئاسة خديتها 24 مرة خديتها جوج مرة حيت مشيت للعمرة الله يقبل وجي دابا شي حد شي ايادي خاصيه ويبعثوا لي عليا بلا ليست ديال الغناء واش حنا صافور دابا في الاغاني واش حنا دابا في الاغاني فين هو تليفوني نوضوا قلبوا لي على تليفوني ويلي وماما وبابا اللي مازال ما بانوش واش نتوما ما كتحسوش والله الا كنحسوا اختي عليا وحق الله العظيم انا بعد ما فهمتش حياتهم كامله هما مضاربين مخاصمين فرقي منكري حتى دابا جاوا يغبروا في دقه واحده كي داروا لها هبط عليهم السما الحب زعما هكا شنو يكون الحب الملوخي يا خويا علي لا ماشي انا غير لا ماشي وسالينا عينا شوف حالنا هما جاوا اي 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 سيليش شيرجيتو شيرجيتو يا بارا تروفي ما خليت فين قلبت عليهم مشيت للبحر مشيت للصخر مشيت للغابه سما بركه ديزولي عزيزه حتى السبب حيت حنا كنا كنتهلاو فيهم كنا كنردوا لهم البال كنا كنديوها فيهم وكنتقربوا منهم كل دابا جالسين حدانا كاع ما نبقاو كنقلبوا عليهم بعلاقه ونبخلوا عينا عليهم شنو السبب حتى السبب بصراحه كنا كنبينوا لهم الحب ديالنا وكنقول لهم كنبغيكم الصباح وفي الليل وكنبوسوا لهم على راسهم على يديهم كاع ما كانوا غيمشيو ويخليونا ويسمعوا فينا حتى كبرنا دابا 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 شوفوا البكا مورا الميت خساره وليدي ايوب ها عطر في الخال والطونطون فين هي لا ليست ديال الغنى سمو الماما أمل جيت شوف شنو لقيت شنو هاد الشيء غنضرب شويه لا يسمعونا شوف راني تبعت التليفون ديال با سيدي واخر بلاصه مشى لها قبل ما يطفى لي التليفون هو الحانوت ديال الذهب اسامه تيكتب يلا نتبعو ما كيبان لي نمشيو فحالنا حتى الغدا ويحل الله عزيزه اي وقت يبانو فيه عيط ليا في الفيكس والتليفون ديالي لقيتيه خليه عندك صافي
نمشي نيت انا عندي شي خدمه خصني نطرقها. انت راه عندي شي حوايج خصني نطرق في ماكينه الصابون. يلا نجيب ساكي من الفوق غير سبقني انا غنلحق عليك. انا نمشي نتكلم. تو ما نتقدم قدامك الله يهد تبالي. كوفيتير حلو كنسحب العسل هو اللي حلو بوحدو. ساليتي ولا مازال بغيتي تجيب لك زعما شي حاجه؟ مرحبا ما كاينش مشكل على الراس والعين. نو 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 باقي ما ساليتش كنتسنى الطوبيس غنمشي لسالا الجديده عرفتي واحد المنظر فاس. مخبي شحاله؟ والو ما مخبي والو انا داك الشيء اللي كاين هو حاطو بشكيطو على الحرشه شويه كوفيتير. جور دو بيرسون تو لي ضربك ضربك على كرشك انا كنهضر على مي لالا وباسيدي. بلا ما تحاول تكذب ربعنا التليفون ديال باسيدي وعرفناهم بينهم دازوا عندك الحانوت وبقاو عندك شي نص ساعه وملي خرجوا من عندك تفوت تليفوناتهم ما عرفناهمش فين زادوا. ناري يا سيدي يا ربي منين خرجوا لي هاد الجنون منين خرجوا؟ دابا شوفوا غنقول لكم وما تفضحوا لي ما والو صافي. يلا قول. دابا الحاجه والحاج جاو عندي وطلبوني قالوا لي خبينا وديتهم واحد الدار مامنه الامن والامان ولكن وعدوني وحلفوني باش ما نقول حتى واحد. ايوا عندك الزهر اللي ما واقع لهم والو كره تفهمت معاك. ما تخافش راه حتى حنا مع امي لالا وبا سيدي راه سرك في بير راه حنا اللي علمناهم على الحفله. قول لي دابا نتوما فراسكم كلشي هادشي. وشوف راك مقيد في الكارني راه حاطه عليك العين. في كاف شتو لو دي في كاف. في كاف واش في كاف ماكله؟ في كاف دونك ماكله. ايوب امل ماما احنا جايين. ماما احنا جايين. كيطيروا طومو جيري صافي وطومو جيري وما فيهمش التبساله تياكلها فرماج وكيطلع الجينيري صافي كنتي ناس وما فهمتش هاد الدار كتخلوها محلوله هكا واش حنا عندنا كوري هنا؟ سدوا باب الدار شويه جاو با واش عباد الله فيما نوينا نديروا شي حاجه كيسبقونا ليها راه ما يمكنش. انا كنقول باللي كاين شي واحد بيناتنا كيوصل الهضره. اكيد ما فيهاش هادي ما فيها اجي واحد نقطه النظام الله يخليكم شتكم كتشوفوا فيا بجوج. إذا كان شي واحد كيوصل الهضره في هذه الدار هذه ما غادي يكون هي العزيزه. علاش؟ لانك انت اللي ساكنه هنايا انا راه خويت الدار شحال هادي تهمه ملبوسه عليك. صح علاش اختي ما تكونيش انت ياك انت اللي معروف عليك كتسرسري وكتحطينا بوجه هناياك. دابا عاوتاني غادي تلصقوها فيها منين كنا صغار فين ما كانت شي مصيبه كتخرجوا من ريوتكم وكتحطوني فيها. زعما اختكم الصغيره اللي ما كندير حتى شي حاجه خايبه. ايوا انت واحد فيكم تيوصل الهضره يا انت يا هو تفاهموا بيناتكم. الله يخليك ما تمارسيش عندنا العقليه ديال الباترون هذا نقاش غير ديمقراطي. علاش ما تكونيش انا بالسلامه انت؟ علاش اخويا بالسلامه غنكون انا؟ علاش غتكوني انت؟ حيت كيقول لي خاف من الواد الروري ما تخاف من السكوتي. لا تخاف من السكوتي ما تخاف من شي حاجه بحال هكا. حلو علينا كامل. انا اللي عندي حبس شاد الهضره. حبس واه الفوضى هذه اش كاين؟ الو الحاج ما كاينش علاش تعول في ولادك ولدتي الخلا ترابيك هادو الحاجه انت اللي رضعتيهم الدرو من معدينيه. لا يحيك ولا لا يوصل يديك رجليك على فين كنت انت؟ انا كنت مسخر فهمتي؟ التريكه ديالك كي دايره التريكه ديالك مصيبك علي واه حبيبي يا حبيبي هذا النهار وكي داز عليا راه ما تخي. علاش خبيتي ليا؟ علاش تكذبي عليا تقول لي ما جراوش عليك من الخدمه؟ علاش ما تقوليش ليا؟ شنو انا راجلك ولا شنو انا؟ عاد قولي ليا زايد عندك في الدار ديكور حاطاني انايا براد فاز انايا. لا حبيبي علي لا ما كنخبيش عليك. حشومه عليكم حشومه عليكم حشومه وعيب وعار كاع كتشوفوا فيا. عتقوم واش العافيه شلت واش كاين؟ لا انت واحد شي شويه الفيضان ولكن لا كوميم واش زعما انت مهندسه خدمه الهوات؟ كان عندي واحد صاحبي درو كريا شنو واش نقول لك؟ كان معايا في الفرقه توصي يجيب شي حاجه ما كاينش حاجه الا ما درناها حنا في الدار ما كدارش. شو واش وكان هذه المره غادي ندوزها ماشي مشكل انا ما مقلقش ولكن مره اخرى صافي هذه هي الخلاصه. و
ولكن الهضره ماشي معاكم، الهضره مع اللي رباوكم. اش من تربيه، اش من تربيه.